15 نادياً يمثلون بغداد وبعض محافظات الوسط والجنوب شاركوا في البطولة المفتوحة للجودو. هذه البطولة تمثل إعداداً للمشاركين لمنافسات وطنية وأخرى خارجية، لا سيما وأن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً ملحوظاً في هذه اللعبة. اتحاد كربلاء بالجودو يتميز على مستوى القطر بنشاطاته وإنجازاته وتصنيفه الأول على مستوى العراق، إضافة إلى تصنيفنا الثاني عربياً. مشاركة أندية من بغداد وأيضا محافظات الوسط، كذلك أيضا من الجنوب، أغلب الفرق أعلنت مشاركتها، وكما تشاهدون خامات رائعة وأبطال على مستوى العراق ومستوى دولي. هي لعبة الجودو من الألعاب اللي لها باع طويل على المستوى العربي وأيضا على المستوى الآسيوي، والدليل على ذلك تبوأ عدد من الشخصيات الرياضية العراقية إلى مراكز متقدمة في الاتحادات الآسيوية والدولية وأيضا العربية. هذا وتميزت البطولة بندية النزالات التي جمعت بين لاعبي أندية المحافظات المشاركة لتفرز لاعبين لهم مستقبل في الجودو إذا ما تم دعمهم، فيما أخذت محافظة كربلاء على عاتقها خلال الشهرين الأخيرين استضافة 7 بطولات لرياضات مختلفة في خطوة منها لدعم الرياضة العراقية. مديرية شباب رياضة كربلاء عاهدت رياضية المحافظة ورياضي العراق أن تستمر ببطولاتها وأنشطتها ودعمها، وأن لا يكون هناك تقشف في مجال الرياضة رغم وجوده. هلا منتخب بطني، سنتين منتخب بطني، وعندي عراق أول 3 سنين، فأجرب الأوزان والمية إن شاء الله أنا أثبت على وزن 100 كيلوغرام. مشاركات المحلية ما شاء الله إن شاء الله كلها مشارك بها، والخارجية شاركت بطولة آسيا بالصين، عندي مشاركات قريبة هسه بالأردن إذا الله راد والله كريم كاتب الله يسر إن شاء الله. الفئات العمرية المشاركة قسمت إلى فئة أي وتشمل المتقدمين والشباب، وفئة بي وتشمل الناشئين والشباب، فيما جاء نادي كربلاء بالمركز الأول للفئتين. أما الكرخ والحسنين من بغداد فقد حصدا المركز الثاني، ليأتي النجف ثالثا لكلا الفئتين أيضا. مبادرة اتحاد الجودو في كربلاء أسهمت بإنتاج طاقات جديدة في مختلف الفئات العمرية، فيما ينتظر عدد من أبطال هذه اللعبة استحقاقات خارجية خلال الفترة المقبلة أهمها في البرازيل. من كربلاء ميثم الجناحي، الحرة.